يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توزيع اللحوم على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في محافظة كفر الشيخ. وشهد مجزر كفر الشيخ عمليات الذبح وتكييس اللحوم وتوزيعها على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية مجانا، حيث تم تخصيص 21500 كيلو لحم بلدي ومستورد وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدود الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة. بسبب الأضاحي بالمجان بنوفر له بيئة صحية سليمة، كنا بنطهر وبننظف عنابر الذبح، متوفر مياه صالحة للشرب في مكان نظيف وصحي وآمن، متوفر كشف على الحيوانات قبل وبعد الذبح علشان نضمن خروج منتج صحي وسليم آمن صالح للاستهلاك الآدمي. كمان بنوفر خدمة النقل بالمجان لبعض الأماكن اللي هم لبعض المواطنين اللي هم ما عندهمش عربية نقل، احنا بنوفر له خدمة النقل. احنا بنذبح هنا في محافظة كفر الشيخ 30 عجل على مستوى الأربع أيام، كل يوم بنذبح 9 جول، 8 في ثاني يوم، 7 في الثالث، في رابع 6. بيتم الذبح تحت إشراف الطب البيطري طبعا، بيجي يكشفوا على العجول قبل ما ينزلوا وساعة ما بنذبحوا، وبعد ما اللحم تقطع كمان عشان تأكد من صلاحيتها اللي هي اللحوم تمام. بعد كده بنكيسها في اطباق فل، بنوزع على اهالينا في الكره والنجوع والعزب على مستوى مراكز كفر الشيخ بالكامل.